أنا أعرف أعمالك وجهادك وثباتك، وأنا أعرف أنت ما تطيق الأشرار، وأنت اختبرت الناس اللي يقولون على نفس من رسل المسيح وهي ما رسل، ولقيت هذا الشيء كذب. أنت صبور وتحملت ألم كثير الخاطر وما تأبت، لكن أنا أعتب عليك أمبار أنت تركت المحبة اللي كانت بيناتكم بالبداية. فتذكر ويصب المحبة اللي كانت بيك قبل ما سقطت، وتوب واعمل الحسنات اللي كنت تعملها من قبل، وإذا ما توب أجي عندك وأشيل مصباحك من مكانه. لكن اللي سرني بيك أنه أنت تكره الأعمال الشريرة لطائفة النيقولاويين اللي أكرهها أناهم، اللي لو أذان خلي يسمع ما يقول الروح القدوس الجماعات المؤمنين، اللي فوز أطعينه ياكل من سجغة الحياة اللي بجنة الله. أنا جسمي كشبر وعد أحس بخوف عظيم. أناهم يوحنا قال لنا أشكال ابن الإنسان على جماعة المؤمنين بأزمير. قال لي اكتب المسؤول جماعة المؤمنين بأزمير وقلم هاي رسالة الأول والآخر اللي مات وعاد للحياة وقال اكتب. أنا أعرف أنت تقاسي من الضيق والفقر، مع أنه بالحقيقة أنت غني، وأنا أعرف الشيء اللي افترون بينه عليك اللي يقولون نحن من عباد الله وهي أصلا ما من عباد الله، لكن هي من جماعة الشيطان. لا تخاف من العذاب اللي يستندغك أمبار بليس غي حزت مجموعة منكم بالسجن حتى يمتحنكم وتقاسون الاضطهاد 10 أيام، فكون أمين حتى الموت، وأنا غي حجازيك بالفوز العظيم. واللي لو أذان خلي يسمع ما يقول الروح القدوس الجماعات المؤمنين، اللي فوز ما يأذن الموت الثاني. يوحنا ونحن جماعة برغامس. قال لي اكتب المسؤول جماعة المؤمنين اللي ببرغامس وقلم هاي هي رسالة صاحب السيف القاطع ذو الحدين. أنا أعرف المدينة اللي تسكن بيها وهنوك أكو عرش للشيطان، لكن أنت متمسك بي وما نكرت إيمانك بي، حتى بأيام انتباس اللي شهد لي بأماني واستشهد عدكم بالمكان اللي يسكن بينه الشيطان. لكن أعتب عليك شوية أمبار عندك بعض الناس اللي يتبعون مذهب النيقولاويين وهي يتبعون طريق بالعام اللي علم الملك بالاق أن ينصف فخ البني يعقوب ويوغطهم، فأكلوا من الأكل المذبوح للأصنام وارتكبوا الفسق. فتوب يا أجيك بساع وحارب هذول الناس بالسيف اللي بثمي. اللي له أذان خلي يسمع اللي يقول الغوح الجماعات المؤمنين، اللي فوز أطعينه من طعام السماء المخفي وحصواي بيضاء، وعلى الحصواي مكتوب اسم جديد ما يعرفه إلا اللي حصلوه. ونحن أهل الثياترة أشنو اللي كتبتوا لنا؟ قال لي اكتب المسؤول جماعة المؤمنين اللي بثياترة وقل له هاي رسالة مسيح الله اللي عيونه مثل لهيب ناغ ورجلينه مثل النحاس النقي. أنا أعرف أعمالك ومحبتك وإيمانك وجهودك وثباتك، وأنا أغشعك تنمو بهاي الأمور كلتها، لكن أعتب عليك أمبار تتساهل مع إيزابيل هاي المغى اللي تقول هي نبيي وهي تظل الأتباعي، فتعلمهم أن يرتكبون الفسق ويأكلون من الأكل المتقدم للأصنام، وأنا طعيتوها مهلة حتى تتوب، لكن هي ترفض أن تتوب عن فسقه. لهذا السبب غيح أطقحها بفقيش المرض وأطقح الناس اللي معاها بضيق شديد إذا ما غيح يتوبون من المشاركة بأعماله، وغيح أهلك أتباعه بالموت فيعرفون جماعات المؤمنين كلتهم أنا اللي أختبر القلوب والعقول وجازي كل واحد حسب أعماله. أما باقي أهل ثياترة اللي ما يقبلون هذا المذهب
وما تعلموا ما يسمونه بعض الناس أسرار الشيطان العميقة، أنا أقل ما غيح أخلي عليكم حمل ثاني. بس تمسكوا بما عدكم من إيمان بي إلى أن أجي، واللي يفوز ويستمر بخدمتي للنهاية أطعينه سلطان على الشعوب مثل ما تسلمت أنا السلطان من الله، فيحكموا بعصم حديد مثل الحديد اللي حطم آنية فخار وأطعينه نجم الصباح، واللي له أذان خلي يسمع ما يقول الغوح الجماعات المؤمنين. ونحن أهل سادس. قال يكتب المسؤول جماعة المؤمنين بسادس، قل له هاي رسالة من ابن الإنسان اللي يقود سبع تغواح اللي يخدمون الله واللي يحمل سبع نجوم بيده. أنا أعرف أعمالك بالاسم أنت حي، لكن بالحقيقة أنت مثل الميت. أصحاب وانعش وقوي بقية الإيمان بداخلك اللي أشرف على الموت. أمبر لقيته أعمالك ما سليم بنظر الله. اتذكر شلون قبلت الرسالة لما سمعتها، طيعها وتوب، وإذا ما غيحت تصحى أجي عليك فجأة وبساعة ما تعرفه. لكن عندك بساردس قليلين اللي ما نقصوا حواسهم، وهي مغيحين شلون معاي بحواس بيض أمبر يستحقون هذا الإكرام. واللي يفوز يلبس حواس بيض مثلهم، وما غيح أمسح اسمه من كتاب الحياة، لكن أشهد له قدام الله وملائكته. واللي لو أذان خلي يسمع ما يقول الغوح الجماعات المؤمنين. سبحان الله، أنا خيف. إيه نعم أمبور، نحن ما نستحق أن نكون قدام الله. لكن اسمع الشيء اللي قالوا ابن الإنسان عليكم يا أهل فيلادلفيا. إيه أشقل لك. قال لي اكتب المسؤول جماعة المؤمنين بفيلادلفيا وقل له هاي هي رسالة الصالح الأمين اللي عنده السلطان التام للدخول لمملكة الله، وإذا فتح باب ما حد يطيق يسده، وإذا سد باب ما حد يطيق يفتحه. وقل لي أنا أعرف أعمالك وأعرف قوتك ضعيفي، لكن طعت كلمتي وما نكرت اسمي، لهذا السبب فتحت لك باب ما حد يطيق يسده. أما الناس اللي ينتمون للشيطان اللي يقولون على أرواحهم نحن من عباد الله وهيهم يكذبون، فغيح خليهم يجون يقعون عند رجليك ويعرفون أن حبيتوك أمبور، أنت ثبتت بصبر مثل ما وصيتوك، فأنا غيح أحفظك بساعة المحنة اللي تجي على العالم كله حتى تمتحن سكان الأغف. أنا جاي عن قريب، اتمسك باللي عندك حتى ما حد ياخذ فوزك، واللي يفوز غيح خلينه عمود بمملكة الله ويبقى هنوك للأبد، ويكون معروف هو من عباد الله الصالحين، ويسكن مدينة القدس الجديدة اللي تنزل من السماء من عند الله. واللي له أذان خلي يسمع ما يقول الغوح الجماعات المؤمنين. أما أنتم يا أهل لادوكية فقل لي اكتب المسؤول جماعة المؤمنين اللي بلادوكية وقل له هاي رسالة الأمين الشهيد الأمين الصادق أصل خليقة الله. وقل لي أنا أعرف أعمالك وأعرف أنت ما عندك حماس المملكة الله ولا ضده، ويا ريت لو تكون ضده أو معاها. وهسه أنا بعدتوك عني، وانت تقول انا غني وما يعوزني شيء، وانت ما تعرف انه انت بائس وشقي وفقير واعمي وعريان. نصيحتي لك ان تاخذ من عندي غنى الغوح القدوس حتى تغتني بصحيح، وحواس الصلاح حتى تستر عورتك المخجلة،
وكحل تكحل بينو عينك حتى تغشع. أنا وبخ وأدب كل من أحبه، فصيغ متحمس وتوب. أنا واقف على الباب وأدق، وإذا سمع صوتي واحد وفتح الباب أدخل وأتعشى معان وهو معاي. اللي فوز أطعينه الحق أن يقعد على عرش بجنب عرشي، مثل ما أنا فزت وقعدت على يمين الله. اللي له أذان خلي يسمع ما يقوله الغوح الجماعات المؤمنين. سبحان الله سبحان الله على هاي الرؤية العظيمة. يا رب يا رب زيد حماسنا حتى نطيع كلمتك ونعمل بحسب مشيئتك. الحمد لله اللي يبين لعباده مدى رحمته ولطفه على الناس. المهم يا أخوان أن توصلون هذا الكلام لكل الأخوة المؤمنين حتى يكون لهم دافع للخلاص. إن شاء الله إن شاء الله نكون أمناء بنقل هذا الكلام وإيصاله لكل المؤمنين. وما بس هاي، الله سبحانه وتعالى غشعني فقط شيء عجيب بروية اللخ، وهذا الشيء يتعلق بيوم الدين والآخرة. وغيد أحكي لكم، غشعته بالرؤيا باب مفتوح بالسماء، وصوت اللي حكى معاي من قبل وهو مثل بوق سمعتون ويقل لي طلع هوني وغيح غشعك الشيء اللي غيح يصير بعد هذا. وبنفس الوقت حل علي الغوح القدوس وخشعت عرش بالسماء يجلس علينا واحد باهر السناء، كنينه ألماز وعقيق أحمر، ودوما دوغات العرش قوس وقزح، ومنظره مثل الزمرد الأخضر. وخشعت المسيح واقف بجانب العرش، وكان مبين منظره مثل الضحية اللي رضي عنه الله. وبعد هذا ضحكته فخشعته جمهور كثير ما ينعد من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام الضحية، وليبسين حواس بيض وبيديه مسعف النخيل. واستمر يوحنا يحكي مع الشيوخ وقال: سمعت واحد يقول لي أتغشع هذولي اللي لابسين حواس بيض؟ هذولي جو من الضيق العظيم وغسلوا حواسم وبيضوا بدم الضحية. وبعد هذا سمعت صوت من الجمهور الغفير مثل خرير الماء ومثل الرعد الشديد يقول: المجد لله القدير بانتصاره على كل الأعداء. وبعد هذا غشعت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والراكب عليه اسمه الأمين والصادق، أمبور هو يقضي ويحارب بالعدل، وعيونه مثل لهيب ناغ وعلى غاسه تيجان كثيغي، واللوى اسم مكتوب عليه وما يعغفه أحد، ولابس قميص مطمس بالدم واسمه كلمة الله، وكانت تتبعه على خيل بيضاء جيوش السماء لابسين حواس من الكتان الأبيض النقي، ويطلع من ثمه سيف حاد حتى يضغب بينه الأمم، وهو غيح يحكم بعصا من حديد ويدوسم بمعصرة غضب الله القدير. شعت الوحش وملوك الأغض وجيوشهم، واجتمعوا كلهم حتى يحاربون هذا اللي راكب على الفغص وجيشه. فقبض على الوحش وهو على قيد الحياة وزدته ببحيرة النار المشتعل بالكبغيت، واللي بقى منهم قتلهم بالسيف الطالع من ثمه، فشبعت طيور السماء من لحمهم، ونزدت بليس اللي ظللهم ببحيرة النار والكبغيت. واستمر يوحنا بكلامه وقال: وبعد هذا اغشعت عرش عظيم أبيض، والقاعد علينه
انهزمت السماء والأغض من محضره وما بقى لم أثر. وغشعت الميتين كباغ وصغاغ ويقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، وبعد انفتح كتاب الله وهو كتاب الحياة، وانحكم على الميتين بحسب ما تسجل بهذا الكتاب، وكل واحد حسب أعماله. وسلم البحر الميتين اللي بينه، وسلم عالم الأموات الميتين اللي بينه، وانحكم على كل واحد حسب أعماله. وبعد هذا انزت عالم الموت ببحيرة النار، وهاي البحيرة هي الموت الثاني، وكل واحد كان اسمه ما مكتوب بكتاب الحياة انزت ببحيرة النار. وبعد هذا غشعت سما جديدة وأغض جديدة، انبور السماء الأولى والأغض الأولى انزالت وما بقي للبحر وجود. وغشعت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عد الله، مثل عغوص تزينت واستعدت اللقاء زوجة. وسمعت صوت عظيم يقول: هسع غيح يكون الله مع البشر، وهيم يكونون شعبه، وهو يكون بوسطهم. غيح يمسح كل دمعة من عيونهم ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، انبغض الأمور السابقة كلها خلصت. وما غشعتوا بالمدينة بيت خاص للعبادة، انبور الله القدير والمسيح مع كل البشر، وهي ما تحتاج النور الشمس أو القمر لأن جلال الله ينورها، والمسيح هو مصباحها. وغيح تمشي الأمم بنوره، ويجي ملوك الأغض والأمم بكنوز من لها، وما غيح تنقفل بوابة طول اليوم، انبور الليل ما غيح يجي عليها، وما غيح يدخل شيء نقص، ولا أي واحد يرتكب القبائح، ولا واحد يكذب، لكن يفوت بس اللي أسماء مكتوب بكتاب الحياة، كتاب المسيح. وبعد هذا غشعني الملاك نهر ماي الحياة صافي مثل البلور، ينبع من عرش الله وعرش المسيح، ويجي لبوسط المدينة وعلى جوانبه سجغ الحياة اللي تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وورق السجغ يشفي الأمم. وما غيح يكون بالمدينة لعني أبد، لكن غيح يكون بيها عرش الله والمسيح، وغيح يسجدون لله عبيده ويخشعون وتشو، ويكون اسمه مكتوب على جبينهم، وهي مغيح يعيشون مثل الملوك للأبد. وبعد قل مولانا عيسى: هذا الكلام صدق وحق. الإله اللي يوحي للأنبياء أرسل ملاكه حتى يكشف لعباده الصالحين الشيء اللي لازم يصير عن قريب. أي باه، هاي أشهر رؤية عظيمة. إيه نعم، وما سهل واحد يغشع هكذ رؤية تتحدث عن المستقبل والشيء اللي غيح يصير بعدين. المهم إنه حياة وأعمال الحواريين الاثناش كان التاريخ حافل بالمآثر العظيمة، ابتداء من ظهور المسيح التلاميذ آخر مرة قبل صعوده للسماء، وكانوا شهود أمناء بنقل هاي الرسالة بعد ما نالوا الروح القدوس مثل ما وعدهم الله سبحانه وتعالى بلسان المسيح. إيه نعم، وما نطيق ننسى اسطفان وفيليب وبرنابا وغيرهم، وعلى رأسهم بولس، فهذولي كانوا شركاء بنقل هاي الرسالة العظيمة. إيه نعم، ونطيق نعتبر أعمال الحواريين سجل تاريخي نشأة جماعة المؤمنين. طبعا هذا الشيء نتيجة تنفيذ الرسل الوصايا المسيح بنشر بشارة الإنجيل من القدس وما حوله إلى السامرة، ثم فينيقيا وقبرص واليونان وتركيا، وثم روما وإلى أقصى الأغض. واستمروا جماعة المؤمنين بالنمو بالإيمان رغم الاضطهادات الشديدة اللي كانت تهدف للقضاء عليهم، حتى نطيق نغشع بولس اللي كان من أكثر الناس المتحمسين لاضطهاد المؤمنين يتحول إلى حواري يحمل الرسالة إلى كل الأمم. وبهذا الشيء وصلت نعمة الخلاص إلى كل الناس بدون استثناء.
كنتم مع الحواريون.